أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هناك، وفيه وفي كل حلقة نعرض باقة من تقارير مراسلين الخاصة من أصقاع كثيرة وفي شتى المجالات. مع انتشار فيروس كورونا في دول الشرق الأوسط ومنها مصر، يبذل القطاعان الحكومي والأهلي جهوداً لدعم العاملين في القطاع الطبي وتخفيف الضغط المتزايد عليهم، سواء من خلال التوعية في المجتمع بالإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المرض، وبالتالي لتخفيف عدد المحتمل إصابتهم وتطبيبهم بسبب ذلك، وصولاً إلى مبادرات مختلفة لتأمين المستلزمات الطبية لأداء الأطباء والممرضين واجباتهم على النحو الأمثل الممكن. مراسلنا من القاهرة محمد الزهار واكب بعض هذه المبادرات في التقرير التالي. الفرق الطبية العاملة في المستشفيات المخصصة لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر. بحسب الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة الرسمية المصرية، فإن 13% من جملة الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد مرور ما يقرب من شهرين منذ بداية ظهور الفيروس كانت لأعضاء من الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات المخصصة للعلاج بعد أن أصابتهم عدوى الفيروس. كل ذلك كشف عن ضرورة تكثيف الاهتمام الحكومي والأهلي بدعم أعضاء الفرق الطبية، سواء بتوفير كافة المستلزمات من أدوات ووسائل الوقاية الشخصية أو العقاقير العلاجية والمعدات والأجهزة الطبية لمواجهة الحالات الحرجة. احنا الفريق الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش، احنا دلوقتي بنمر بأصعب أزمة طبية في حياتنا، من فضلك خليك في البيت. أنا شهيرة سمير، وكيلة كلية الطب بجامعة عين شمس. إحنا في وقت عصيب، إحنا مش في تدريب على الطوارئ، إحنا في طوارئ فعلا. ورغم الإقامة الدائمة لغالبية أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل الطبي لأداء واجباتهم، حرص كثيرون منهم على توجيه رسائل تحذيرية للرأي العام. الهدف الأهم الذي حرصوا على تأكيده هو ضرورة استشعار الجدية في التعامل مع الأزمة، والبقاء في المنازل كأحد أهم وسائل الحماية الآمنة من الإصابة بالفيروس. مبادرات دعم الفرق الطبية لم تقتصر على توفير أدوات الوقاية الشخصية كالملابس والأقنعة والقفازات فحسب، فقد تعددت المبادرات وتنوعت من كيانات عديدة في المجتمع المصري لدعم الفرق الطبية. ومن بين هذه الكيانات تنسيقية شباب الأحزاب السياسية التي تضم ممثلين عن 27 حزباً من كل ألوان الطيف السياسي المصري. هذه التنسيقية أطلقت مبادرة لتجنيد 1000 متطوعة ومتطوع من طلبة السنوات النهائية بكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية للمصابين بفيروس كورونا. على المستوى الرسمي وزارة الصحة استجابت لي المبادرة، وعملنا معهم أكتر من لقاء وتواصل مستمر منذ بداية إطلاق المبادرة. التواصل ده نتج عنه أنه في خلال الفترة الحالية بيتم تدريب مجموعة من طلاب كليات الطب والصيدلة والكليات العلمية لتأهيلهم ببعض المواد العلمية اللازمة للانضمام للفرق الطبية في العمليات المختلفة اللي بتقوم عليها وبتشرف عليها وزارة الصحة في الفترة الحالية فيما يخص موضوع فيروس كورونا. على المستوى الجماهيري أو على المستوى الشعبي، في أول 3 أيام من إطلاق المبادرة في أكثر من 1000 طالب على مستوى الجمهورية. الأعباء المالية لتدبير الاحتياجات الطبية والعلاجية لمواجهة خطر فيروس كورونا ليست هي التبعات الوحيدة التي تحملتها الدول في شتى بقاع العالم. وقف الأنشطة التجارية والثقافية والترفيهية كبد الأفراد والحكومات خسائر مالية فادحة. هنا في مصر كشفت أزمة مواجهة فيروس كورونا عن حالة من التناغم والتداخل بين الحكومة والجهود التطوعية التي تقدم بها المجتمع الأهلي وتعددت صورها وأشكالها. هذه الطائرة حطت على أرض مطار القاهرة رغم تعليق الرحلات الجوية
محملة بكميات كبيرة من أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية استوردها أحد رجال الأعمال المصريين من الصين. في الوقت ذاته حول العديد من مصممي الأزياء المعروفين الورشات الخاصة بهم إلى مراكز لإنتاج المنسوجات اللازمة لمستشفيات العزل الطبي لمصابي كورونا. وفي إطار موازن أمنت العديد من المؤسسات الأهلية العاملة في المجال الخيري ومنها مؤسسة أهل مصر كميات كبيرة من أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية. قررنا إن إحنا يبقى لنا دور أساسي في مساندة الدولة في المستشفيات لحماية الجيش الأبيض، لأنه الحمل تقيل جدا زي ما قلت سابقا، بالإضافة أنه نسبة استهلاك المستلزمات الوقائية مرتفعة جدا في الوقت الحالي، عشان تقدر تحمي الطبيب أنه هو لازم ما ينقلش العدوى من عيان لعيان، أو هو نفسه ما يتعديش، أو التمريض أو العاملين في المستشفيات. ويمكن الفترة اللي فاتت بدأ في بعض المستشفيات دكاترة تتعدي فعلا، وبدأوا حتى كانت بتنزل في الأخبار وما بدأوا ينقلوهم في للحجر الصحي، في بعضهم توفاه الله. الجهود التطوعية تكاملت مع الجهود الحكومية لمواجهة خطر فيروس كورونا، فبينما بدأت وزارة التعليم العالي في تدبير بوابات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية العاملين في المستشفيات الجامعية، أطلقت الجمعيات الأهلية حملة تبرعات لاقت استجابات واسعة، أتاحت توفير العديد من الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية الضرورية، وخاصة في المناطق والمحافظات النائية التي كانت تعاني من نقص كبير في هذه المعدات. النظام الصحي المصري يتميز أنه هو متشعب، شديد التشعب، في أنظمة صحية كتير في طول الوقت ما كانتش بالضرورة بتكلم بعضيها، ولكن اللي حصل ونشهد بهذا في هذه الأزمة إن هذه الأنظمة الصحية بتتكامل بشكل قوي جدا، ويمكن اللي بيملأ هذه الفراغات ما بين الأنظمة الصحية المختلفة دور المجتمع المدني. إحنا دورنا كمجتمع مدني إحنا بنخاطب الأنظمة الصحية المختلفة، بنقف على احتياجات الأنظمة الصحية المختلفة، عندنا قدرة أكبر على الوصول للجراس روت ليفل أو المستوى الأقل من مستوى الأفراد ومستوى المؤسسات الصغيرة الحاجات البعيدة عن العاصمة، فنقدر نجمع هذه الاحتياجات مع بعض. عندنا قدرة على التحرك السريع والوصول إلى المنتفعين، فبنعمل دوت بشكل فعال وقوي. عندنا قدرة أكبر للوصول للمبتكرين. العالم كله هيتأثر بفيروس كورونا، تقديرات الأمم المتحدة للخسائر الاقتصادية بالمليارات. العمالة غير المنتظمة هي الفئة الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة خطر فيروس كورونا، لكن لو حطينا ايدينا في ايد بعض مصر هتعدي واحنا معاها كلنا. وهو ما دفع الحكومة من جانب والجمعيات الأهلية من جانب آخر إلى تأمين إعانات عاجلة لهذه الفئة لمساعدتها في تدبير احتياجاتها الحياتية، بعدما أوقفت وعلقت العديد من الأنشطة التي كانت توفر لأفرادها فرصا للعمل. الحقيقة من أول ما بدأت معالم فيروس كورونا تنتشر وبدأ يمثل خطورة في انتشاره على شرائح غير القادرين، صناع الخير أطلقت مبادرة حماية تحت رعاية مجلس الوزراء وبدعم من معالي الوزيرة نيفين قباش، وكان فكرتنا أن احنا بسرعة نحاول نقدم دعم بأشكال مختلفة لأهالينا غير القادرين في القرى والشرائح الأكثر تضرر واللي ما عندهاش فرص أنها يعني تقعد في بيوت. عشان كده بدأنا أن احنا نشتغل بأشكال الدعم على أربع اتجاهات. أولا نعمل توعية، ثانيا نقدم كراتين وقاية فيها جلافزات وفيها ماسكات وفيها كحولات لعمال النظافة والفئات اللي مجبرة أنها تستنى في الشارع وتقدم خدماتها وتقدم دورها رغم التحذيرات عدم الوجود في الشارع يعني. الحاجة الثالثة بقى العمالة اليومية اللي انقطع بيها سبل الكسب العيش، الحقيقة يعني بدأنا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة نقدم لها خدمات مادية، نقدم لها دعم مادي. المساعدات العاجلة للفئات الأكثر تضررا وخاصة في القرى والنجوع شملت مساعدات غذائية إلى جانب الإعانات المادية.
كرتونة بتكفي 5 أفراد لمدة أسبوع. كرتونة متكونة من 4 رز، 2 سكر، 1 شاي، 2 سم، 1 بلح، 1 عدس، 1 صلصة. هي دي مكونة الكرتونة، بتكفي لمدة أسبوع 5 أفراد. الجهود الحكومية لمواجهة خطر فيروس كورونا تضمنت إعلان الرئيس المصري تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري لمواجهة التداعيات والخسائر التي سوف تترتب على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وكلف المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيع وتدبير المعدات اللازمة لمواجهة خطر فيروس كورونا دعما للقطاع المدني بالدولة. في الوقت ذاته نفذت القوات المسلحة حملة تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت والمرافق. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.